هي أسطورة أهلاوية نشأت وترعرع داخل جدران القلعة الحمراء، تربت على عشق الفانلة الحمراء منذ نعومة أظفارها، لتفتح عينيها داخل أسرة رياضية من الطراز الرفيع. هي أحد أفراد عائلة الغنام، فهي ابنة طه الغنام نجم الأهلي في العصر الذهبي، وشقيق الطارق الغنام أحد أساطير اللعبة والمعتزل حديثا رحاب الغنام. هي زوجة حمد الصافي لاعب الأهلي السابق في الكرة الطائرة والمدير الفني الحالي لفريق السيدات. ولدت رحاب الغنام في الأول من يناير عام 1977، التحقت بفريق سلة الأهلي وهي في السابعة من عمرها، تدرجت مع فرق الناشئين، وبعد أن ذاع صيتها داخل قطاع الناشئين قرر الكابتن علي عبد المجيد المدير الفني للفريق الأول سيدات تصعيدها للفريق لتبدأ رحلة التوهج مع السلة الأهلاوية. حفرت اسمها بأحرف من الذهب بعدما حققت عدة بطولات خلال مسيرتها مع القلعة الحمراء التي استمرت لمدة 25 عام، منها 7 بطولات للدوري متتالية للمرة الأولى في التاريخ، ومثلها بطولات منطقة القاهرة، بالإضافة إلى 5 بطولات لكأس مصر البطولة العربية. زاملت جيلا ذهبيا لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي. انضمت للمنتخب الوطني لأول مرة عام 1989 تحت قيادة الكابتن ممدوح فكري. نجحت في التتويج بدورة الألعاب العربية عام 94 والتي أقيمت في تونس، قبل أن تحافظ على اللقب ذاته في نسخة 95 بمصر، وكذلك حصدت المركز الثالث بالبطولة الإفريقية. تزوجت أسطورة الكرة الطائرة حمد الصافي عام 99 قبل أن تقرر الاعتزال عام 2007، ورفضت التوجه للتدريب وتفرغت لحياتها الأسرية. هي أم لـ3 أبناء وهم يوسف، حمزة، ونور. تولت منصب عضو منطقة القاهرة لكرة السلة منذ عام 2012، ثم ترشحت لانتخابات الاتحاد التي أقيمت في العام قبل الماضي ضمن قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة، وأصبحت عضوا بالاتحاد المصري. رحاب الغنام أسطورة أهلاوية في عالم كرة السلة النسائية المصرية. أكيد لما بيكون معايا نجم في الملاعب بتبقى الأمور صعبة قوي في تعريفه، لأن لو قعدت أعرفه من هنا لغاية ما أخلص بيكون تاريخ كبير. هي نجمة كبيرة في النادي الأهلي، لعيبة وكابتن النادي وبطولات وإنجازات وتاريخ عيلة وتاريخ أسرة، حاجات كتيرة. والنهاردة ما شاء الله عليها تلتحق للعمل الإداري اللي كلنا بنفرح بيها وبنتشرف كمان وبنفتخر إن يكون معانا كابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. كابتن رحاب منورانا ومشرفانا. بنورك يا كابتن خالد، ومرسي على المقدمة الحلوة دي. ويعني سعيدة أن أنا في قناة النادي الأهلي. صدقيني أنا سعيد جدا لما بيشوف كباتن كبار بيسيبوا المجال الفني وبتدوا تاخد المجال الإداري، بيكون الموضوع قليل قوي. إشمعنى اخترتي المجال الإداري كابتن رحاب؟ في الأول أنا ما كنتش أصلاً يعني بعد لما يعني أنا كان عندي أهداف تانية خالص. يعني أنا لما كنت في الجامعة كنت داخلة الجامعة مش بمجموعي، داخلة أنا اللي كنت عايزة أدخل الجامعة، وكان ليا تفكير معين حبقي، وكنت عاملة لنفسي كارير. هي جيت اتجوزت يعني وخلفت على طول، فكل حاجة تقريبا يعني ايه باظت. فضلت بقى في القصة دي مقتنعة أن لازم كنت البيت عندي مهم والولاد، ففضلت بقى فترة طويلة. وبعدين بقى اتجهت اشتغلت شوية إعلامية، يعني بس مش إعلامية صغيرة، يعني حاجة كده كنا بقدم برامج كده شوية بس. وبعد كده بقى اتجهت اختاروني عضو في مجلس إدارة منطقة القاهرة، ودي كانت البداية بقى تقريبا، لأن أنا ما حبيتش خالص موضوع التدريب خالص، ضغط يعني عصبي خالص. يعني عمري في حياتي ما تخيلت نفسي أو أن أنا عايزة أبقى مرن أو كده، لكن في الإدارة أنا شفت نفسي في الإدارة الحقيقة. دي حقيقة. وبدأت بقى بداية في منطقة القاهرة 5 سنين. عايزين نسأل كده، من ساعة منطقة القاهرة وبدأتي داخل منطقة القاهرة إلى أن وصلتي بقى كمان بتحترفي
عضويه مجلس اداره وبتحترف المهنه، لكن خلينا بدايتك ازاي في عضو مجلس اداره بمنطقه القاهره؟ منطقه القاهره هي كانت البدايه، اتعلمت فيها قبل ما اطلع للاتحاد، دي كانت فرصه ليا كبيره، يعني ما طلعتش عضو مجلس اداره الاتحاد وابتديت اتعلم في الاتحاد. لا، دخلت 5 سنين في منطقه القاهره، الحقيقه اتعلمت كتير جدا جدا جدا. مسكت كان لجان اللي هي 3 على 3 والميني باسكت. كان معايا برضو ناس يعني زملاء في اللجنة، كابتن شريف سليمان. الحقيقة مسكنا اللجنة دي 5 سنين. كانت ليها أثر بقى لما طلعت الاتحاد، فطورنا على مستوى مصر كلها. يعني احنا كنا بدأنا حسب بالذات في 3 على 3، كنا شغالين في نطاق منطقة القاهرة، بس بعد كده بقى طلعنا على مستوى الاتحاد ومصر كلها. فالحقيقة دي فرقت جامد جدا معايا في حتة 3 على 3 بالذات. خبرات كابتن رحاب الغنام في الإدارة خلتها تروح باتحاد الباسكت في حتة تانية بصراحة شديدة، لأن هي مسؤولة مسؤولية كاملة زي اللي أنا عارفه، ده أعتقد ده موصف في اتحاد الباسكت، مسؤولة عن 3 على 3، لعبة أنا شفت في حياتي كتير وشفتهم هم بيلعبوها، بس ما كنتش متخيل إن فيها بطولات وفيها بطولات عالم، فالموضوع شرحه كبير. خلينا نبدأ يا كابتن رحاب معاكي، 3 على 3 وبدأتيها في منطقة القاهرة، هي ليه ده زمان ما كانش موجود؟ اشمعنى دلوقتي او طلعت او الفكره او اشتغلنا فيها ازاي؟ هي 3 على 3 موجوده من زمان جدا. كويس. وكان حلم الاتحاد الدولي يوصلها لعبه اولمبيه، وده تمام. حصل، يعني حصل اول 2020 ان شاء الله هتبقى وصلت 3 على 3 لعبه اولمبيه. في طوكيو. طوكيو ان شاء الله في 3 على 3. فدي طبعا ده كان حلم. كويس. ما اهتمناش بيها في مصر غير يعني من سنتين. مع يعني لما جينا ابتدى الاتحاد يهتم بيها، ابتدى ان هو يحطها على الخريطه بتاعته. زي ما قلت لحضرتك في المنطقه اشتغلنا فيها كتير، فهمناها يعني ايه 3 على 3 بتتطلب ايه. عملنا فيها بطولات، كان بدايه كان في نادي الزهور كانت اول بطوله، وبعدين عملنا 2 في الجامعه الامريكيه، ابتدينا يبقى في حركه 3 على 3 فيها مقاومه كبيرة من الأندية من المدربين، لاعتبار ان دي يعني ايه حاجة ممكن مش ذات أهمية في الأول. اللعيبة ممكن يبقى عندنا بطولة مثلا، النادي ممكن يرفض ان هو يودي لعيبته، على أساس ان انتوا هتروحوا تتصابوا هناك واحنا عندنا دوري ومنطقة وكاس وجمهورية وكده. لغاية لما ابتدينا نحفرها واحدة واحدة على مستوى مصر بقى. وابتدينا لما رحت الاتحاد، الحقيقه الناس كانوا يعني متفاهمين، مؤمنين بالفكره، وكنا حاطين لهم كنا حاطينها خطه، يعني معايا لجنه برضو محترمه جدا جدا، وعندنا لجنه حكام. ابتدينا نحط خطه هنعمل ايه، ابتدينا عايزين ننشر 3 على 3 ازاي، ابتدينا نعمل 3 على 3 في المحافظات. يعني احنا كاتحاد طلع بقى طلع للصعيد، طلع للمنصوره، طلع للشرقيه. ما تاخدنيش بسرعه في كلامك، ننشر اللعبه في المحافظات، هي موجوده، هي لسه عملتي سبورت كويس جدا في منطقه القاهره. واعتقد كمان كان النجوم الكبار القدام اعتقد عملتوا بطولات شويه مجمعه عليهم. بالظبط طبعا، يعني لميتي الدنيا كلها، حسيت ان فجاه كده الباسكت 3 على 3 على 3، كله على السوشيال ميديا بيتكلم على 3 على 3، يعني فعلا كان ليه جو كويس قوي. وليه بدات تنشري ازاي القاهره؟ اوكي، لكن بدات تخرجي ازاي للصعيد؟ عملتوا ايه؟ الخطوات اللي عملتوها الصعيد؟ رحنا في بطوله في قنا، يعني عملنا كويس. بطوله 3 على 3 في قنا. شارك فيها ناس كتير جدا، لان 3 على 3 برضو يعني غير الانديه اللي في منطقه القاهره، انت محتاج برضو ناس برضو اللي بره، زي ما بدات في القاهره بس هتبدا في الاتحاد على مستوى كبير. فهي برضو كانت البدايه هنا في على مستوى مصر، تطلع بقى تعمل هنا تنشرها الاول. تروح الصعيد، تروح قنا، تروح المنصوره، تطلع على الشرقيه. ابتدينا برضو في بروجرام كده اسمه الاي ليرنينج، لازم كان الاتحاد المصري لازم مجموعه كانت تاخده، ده بروجرام على الانترنت من الاتحاد الدولي، لازم مجموعه، ده برضو بيزيد معلوماتنا، ولازم حاجه اسمها تبقى مصر عندها شهاده الاي ليرنينج، لازم. شكلنا مش هنخلص كلام النهارده، الاي ليرنينج ده نفهمه. ليرنينج ده مش عايز شهاده كويس. شهاده لازم ناخدها ليه؟ عشان تبقى مصر معتمده واخداه، لازم. كمدرب ولا كاتحاد؟ لا، كاتحاد. كاتحاد ما شاء الله. لانها لازم تشارك في اي بطوله دوليه، لازم عن طريق لازم تاخد من ضمن الحاجات وتبقى مصنف وليها كده شويه حاجات. هي اساسا بتعتمد على النقط. 3 على 3 بتعتمد على النقط. بس بعد بقى لما ابتدينا ننشرها، ابتدينا نعمل حاجه ثانيه، مش يعني خطوه ثانيه، هي انت ازاي هتتأهل؟
ازاي تروح، يعني ازاي تروح كاس عالم وازاي تبقى كاس العالم و 3 على 3 بتبقى طبعا هي لعبه عشان ابسطها للناس. زي كده بنقول الفولي بيتش وفولي صالات، زي ما نقول كره خماسيه وكره عاديه. تمام. في 3 على 3 وفي 5 على 5. ابعاد ملعب مختلفه، 3 لعيبه واحد احتياطي، من غير مدرب في الملعب. من غير مدرب. 3 على 3 من غير مدرب. لا ثواني بس، عشان يعني انا كلاعب اتخانقت مع واحد صاحبي في الملعب، ما حدش هيحوش لا يعني، بس اكيد يعني تدريبهم اكيد ليهم تدريبات طبعا معينة. لا التدريب مش في الملعب، في الملعب بس، يعني مفيش كاتشانه في الملعب، مفيش. لا استمتاع لا مش استمتاع، اللعيب هو يتخذ القرار واللعيب في الملعب هم يبدلوا بعض، يريحوا بعض، يبقى يوجهوا بعض، يتخذوا القرار في الملعب، لكن مفيش مدرب. المدرب يقتصر دوره يختار لعيبته، بيمرن طبعا معسكراته كل حاجه طبعا بعد الماتش، هو مدته 10 دقائق او الوصول للنقطه ال 21. مدته 10 دقائق الماتش 10 دقائق او الوصول للنقطه ال 21. هو 10 دقائق شوط واحد ولا 10 دقائق؟ 10 دقايق على طول، 10 دقايق مستمرين يعني. أوه. طب وزي الباسكت برضو يا كابتن احمد، بس فيها قوانين مختلفه، يعني زي الباسكت برضو لما الكره تطلع بره التايم برضو يقف ويبتدي يكمل. هي طبعا دي حاجه هي. بس لا بس لا لا قوانين برضو لا مختلفه، عايز في حاجات طبعا مش يعني مثلا الوقت، اللعيبه في الملعب، عدم وجود مدرب، ابعاد الملعب مختلفه، انت بتلعب على اقل من النص ملعب بشويه. في حاجات يعني مثلا بعد الفاول المعين السابع بتشوت، بعد الفاول الكذا بتشوت وتستحوذ، يعني في حاجات مش زي 5 على 5، لعبه مختلفه. لعبه بتحتاج مهارات اكتر من 5 على 5 بكتير. وهدفنا يعني انا ان شاء الله يعني الـ 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 الخطه الموضوعه ان انت تفصل لعيبه 5 على 5 عن 3 على 3، وده بدايه عملنا له دوري، يعني احنا عملنا السنه دي دوري 3 على 3، يعني اول سنه يبقى في دوري 3 على 3 للانديه. ايوه. طب سؤال، ربطتي 3 على 3 مع الانديه اللي هي بتلعب في دوري محترفين او دوري سيدات او رجال، ربطتي الكلام ده ولا ده لوحدي وده لوحدي خالص؟ بمعنى ان لازم تكوني بقى انت دراعي دوري محترفين زي الهاندبول، يبقى ليكي فرقه 3 على 3 عشان تقوي الدوري. لسه بقى الخطوه دي احنا دي كانت تجربه، ما ارغمناش الانديه او ما يعني اللي عايز يشترك يشترك، كنوع من التجربه الاولى ونشوف هنعمل ايه. الحقيقه تجربه الدوره دي نقله فعلا جامده جدا في 3 على 3 بالنسبه لمصر. هو انت نقلتي مصر نقله ثانيه في الباسكت، خلينا نتكلم بصراحه. لا مصر يعني في الباسكت يا حياب يا كابتن حياب، يعني معلش اعذريني طبعا. لا ازاي يا كابتن حياب، مصر في الباسكت مش متواجد على الساحه الافريقيه، 3 على 3 خليتينا موجودين على الساحه الافريقيه والعالميه. البلان اللي كنت عاملاها من اول احنا برضو دي. عايزين برضو ايه بلاش خليتينا دي، يعني انا بحب دايما مجلس الاداره، مجلس اداره اتحاد الباسكت ولجنه المنتخبات المسؤوله كابتن عمرو، معلش بس في لجنه منتخبات برضو كابتن عمرو مصلحي ده مشرف لجنه منتخبات، في عندنا مجلس اداره محترم جدا، في عندنا رئيس مجلس اداره مشجع. ده خلي بالك ان انت برضو لو انت لوحدك وعندك حاجات كتير عايز تعملها وعندك مجلس اداره مش متفهم وما بيقبلش رايي، وعندك مثلا رئيس مش هيوافق على الخطه او بيحط عراقيل، انت مش هتقدر ان انت تحقق اللي انت عايزه. فخلي بالك يعني البلان بتاعتك او الخطط بتاعتك بيقابلها مناقشه، بيقابلها ناس متفهمه، ناس عقليات كويسه، فانا بحب دايما اشيد بده مجلس اداره الاتحاد المصري كره السله. كابتن رحاب الغنام هي دي بنت النادي الاهلي، الكلام اللي بتقوله ده اتعلمته جوه النادي، ان هي بتشتغل تيم وورك فبتشكر كل الناس، ودي حاجه يعني تحسب لها جدا جدا، واكيد دي حاجه تحسب لك، دي حقيقه. لا دي حقيقه والله على فكره، دي حاجة جميلة. انا شخصيه ما بعرفش اجامل والشخصيه بقول اللي في قلبي، يا اللي يعرف اللي يقرب مني عارف كده كويس قوي. فانا طبعا يعني هم يعني ده عمل الاتحاد المصري، وانا بفخر ان انا واحده منهم ومن ضمن المنظومه الجميله دي، لان هم كلهم يعني ناس، يعني انا اقل واحده فيهم، هم لا. ناس افاضل والله، ناس افاضل. لا طول عمرك فالحقيقه الاتحاد حط خطه للاهتمام 3 على 3 ومنها الدوري. كويس. الدوري ده نقلنا
يعني هو بالظبط احنا لما بعد مرحله الانتشار هتبتدي انت برضو مستمر في مرحله الانتشار لان انت في محافظات كتير انت ما وصلتلهاش لسه. فانت في المرحله دي بس برضو مهتم بالمنتخبات ومهتم بالتصنيف ومهتم برضو للناس اللي هتروح كاس عالم. لما عملنا الدوري الحقيقه فرق معانا جدا في التاهل لكاس العالم، يعني احنا بسبب الدوري ده تاهلنا 2 كاس عالم تحت 18 سنة بنات وتحت 23 سنة بنات. كويس. الدوري عبارة عن الفرق، طبعا عملنا ماتشات كتير. لقينا بعد ما خلصنا الدوري وخدنا النقط بتاعته، طبعا هو برضو نسيت أوضح نقطة إن النقط مصر، تصنيف مصر بيعتمد على النقط بتاعة كل 100 لاعب في المرحلة السنية المعينة. يعني مثلا بمعنى تحت 18 سنة ولاد مثلا في 100، أول 100 لاعب ولاعبة كل لاعب منهم عنده نقط. النقط دي بتفرق في تصنيف منتخب مصر على المستوى العالمي. فعشان كده احنا بيهمنا ايه؟ ان الناس دي الرانكينج بتاعها يعلى او تاخد بوينتس عشان مصر كلها تعلى. فهو اذا رانكينج مصر بيعتمد على لعيبه مصر. نرجع تاني مره للوصول. فلما عملنا الدوري فتاهلنا لقينا نفسنا دخلنا في العشرين الاوائل المؤهلين تحت 18 بنات وتحت 23 سنه بنات. كويس. الكلام ده كان اخر 9 شهر 9 اللي فات، 9 اللي فات شهرين. كويس. بعد شهر 9 لقينا كل شويه بنخش نشوف احنا لازم، عشان احنا 1/11 هو الاتحاد الدولي بيدي لك سنه. كويس. كل الفرق وكل البلاد بتعمل البطولات بتاعتها وبتشارك في كل حاجه وتاخد البوينتس بتاعتها. 1 نوفمبر اسمه الكات اوف ديت او يعني انتهاء احتساب خلاص. 1 نوفمبر بالليل الساعه 31 اكتوبر بالليل يقفل ويشوف بقى اعلى نقط ويبتدي يأهل، و2 نوفمبر يفتح تاني ويمد لك سنه وهكذا. طيب فمن اخر 9 واحنا عمالين كل شويه نخش نشوف ايه احنا عاملين ايه فين؟ احنا فين نزلنا ولا طلعنا ولا كده. فاحنا احنا طلعنا بس جينا في دول عملت، فابتدينا نرجع تاني نطلع بره ال20 يعني نبتدي كنا في 16 17 18 نزل بتطلعوا من 20. فالحقيقه كان في خطه وتقدمت الدكتور مجدي. دكتور مجدي يعني لو سمحت احنا بص احنا يعني لو فضلنا كده لغايه اول 11 هنطلع بره ومجهود الدوري كله هيروح. كويس. فاحنا عايزين نعمل بطوله اسمها بطوله ال100. بطوله ال100 دي هناخد ال100 لاعب ولاعيبه في كل مرحله وهنعمل بيهم دوري، فطبعا هنعمل بيهم بطوله تانية شورت تماما بس عشان نعلي تاني الرانكينج ونطلع نخش تاني. وهتبقى ايه فجاه بقى كانت في 25 في اخر 10 بعديها بكام يوم الرانكينج هيقفل. بس وفعلا هو وافق ومجلس الاداره طبعا مشكورا يعني ما كانش عنده اي مشاكل ويلا اعمله بسرعه. وبعتنا للانديه ونجيب اللعيبه دي بالذات من الاهلي كذا من الشمس كذا من الجزيره كذا وهكذا. كويس. واتجمعوا وعملنا فدخلنا خلاص بقى كانت نهايه قبل النهايه على طول. وصلنا بقى فوصلنا تحت 18 بنات وتحت 23 بنات. كويس. والولاد دي كانت حاجه الولاد كنا قريبين جدا بس هي عايزه بقى يعني زقه، كانت عايزه زقه معينه كده شويه. فان شاء الله تبقى المره الجايه يا رب. بس كويس. ليه احساسي بتكلم على منتخبات مصر بصفه عامه، انت نجمه كبيره وعضو مجلس اداره، ليه السيدات متفوقين في الوقت ده سافروا افريقيا في شغل كويس مستوى قريب مستوى الرجال بعيد مع اننا عندنا نجوم كبار؟ لا والله انا مش شايفه كده. يعني بص هو يعني في دايما بتبقى مراحل كده في الوقت، يعني احنا لعيبه وعارفين تبقى في مراحل في اجيال كده بتيجي. يعني انت بتعمل مثلا فتره اعداد عادي وهم المدربين بيجي فتره بتلاقي اللعيب مش يعني اجيال. بس الجيل الحالي يا كابتن بصراحه انا شايف ان هو فيه نجوم كبار. طبعا اعتزال اسطوره كابتن طارق الغرنام ده حبيبي، ويعني اعتزاله اكيد عمل علامه او عمل قصور او عمل يعني حاجه معينه في الباسكت، لكن فعلا انا شايف ان في نجوم في الانديه كتيره نقدر نطلع بيهم. بحس ان هما بيدوا الانديه اكتر بيدوا منتخب مصر بصراحه، انا بتكلم كلاعب. لا الكلام ده يعني فعلا احنا يعني بص انا مش عايزه يعني اخوض في هذه لا بالعكس يعني بس لا يعني انا شايفه ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى فيها اعداد كويس للمنتخب، هيبقى فيها يعني منتخب مصر هيتشكل بطريقه كويسه. كابتن مرعي الفتره اللي جايه هيبقى ان شاء الله يعني كابتن احمد مرعي يعني ان شاء الله باذن الله تمام. فيعني
ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن الفتره الجايه. في مثلا كان في احنا عندنا كان في اصابات، يعني اخر بطوله كان في اصابات كتير في لعيبه منتخب مصر، ده اثر على وجود طبعا منتخب مصر في البطولات اللي احنا دخلناها. بس ان شاء الله ده يعني هيتلافى باذن الله الفتره الجايه. وطبعا جيل البنات انا بشيد بيه، عندنا محترفات وعندنا في الباسكت في امريكا بيلعبوا في جامعات، الموضوع مختلف في البنات. الرياضه النسائيه تطورت بصفه عامه، يعني لو تلاحظي كده لو جبنا الوقت ده هنلاقي سباحه كابتن مين هناك يقول لي. بصي عندنا هدايا ملاك في تايكوندو، عندنا سباحه فريده عثمان، عندنا في البنات النهارده في الباسكت وهانيا مورو في سباحه، عندنا البنات بيروح في حته تانية. ليه الرياضه النسائيه في مصر متطوره شويه اكتر من الولاد بصفه عامه بصراحه؟ البنت نفسها فكرها اتغير، فكره الاهل نفسهم دلوقتي البنات، يعني احنا لما كنا بنروح الصعيد بنلاقي البنت نفسها ما بقاش في حته الخجل او المحافظه البنت ما تلعبش رياضه، الحاجات دي فرقت كتير جدا. يعني فرقت كتير جدا في ان البنت تبتدي تشوف تلعب رياضه، تبتدي تسافر بره، تبتدي موضوع الحجاب اتحل في مشاكل كتير جدا على مستوى بيلعبوا. فبقت البنت المصريه هي كمان عايزه دايما في حب اثبات الذات، فدي حاجه كويسه. يعني انا كمان بشيد في بالبنات بتوع 3 على 3، يعني انت متخيل ان 3 على 3 المفروض بيلعب فيها 4 لعيبه، 3 في الملعب واحد احتياطي، كانوا 3 بس. حتى هناك في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي يعني مش مصدق ان 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 دي روح بنات مصر، وقال ازاي في 3 يلعبوا طول الوقت بطوله. انت هسألك يعني سؤال مهم، لو الثلاثه لعبوا بصي ربنا يحفظهم من الاصابات، بس لو كانت في واحده فيهم حصلت كان هيبقى مشكله، لان 3 على 3 زيها زي 5 على 5، انت ممكن حد يتصاب تكمل بس تبدا الماتش 3، تبداوا 3 على 3 لازم يكونوا 3 جوه الملعب، تتصاب تكمل الماتش 2، لكن ما ينفعش تبدا ماتش ناقص، طبعا هتبقى مشكله. طب هرجعك برده 3 على 3 وخليها في 3، لان انا مستمتع بصراحه بيها. لما يكون عندنا 3 نجمات كبار ولعبوا ما شاء الله عليهم، بس في واحده منهم وهي سوريا محمد تاخد هداف افريقيا 5 على 5، ايوه هداف افريقيا 3 على 3 واحسن لعيبه وانضمام الى منتخب افريقيا، الموضوع مختلف. شايفه ايه؟ شايفه حاجه تفرح بصراحه. أيوة. يعني شايفه مستوى بنت اولا جميله مهذبه، بنت اولا هي بتشتغل مجتهده جدا في التمرين، بتلعب بروح قتاليه عاليه جدا، فايتر كده، مهارات عاليه جدا. يعني هي مهاراتها عاليه جدا، من يعني من افضل من انجبت ملاعب كره السله للسيدات على مر التاريخ، من افضل الناس. سوريا فعلا طبعا الاتحاد الدولي في اشاده ليها على الاتحاد الدولي وسموها كيلوباترا. ولا يعني الحقيقه هي هايله طبعا، وكل الناس وهاله شعراوي ونور علي طلعت، حقيقه هم بنات يعني فعلا انا يعني ما شفتش روح كده، هم روحهم عاليه جدا. بصي رجعوا لنا اللقطه التانيه لو سمحتوا، بصي بتعمل ايه؟ رجعوا لنا اللقطه اللي فاتت يا جماعه اللي هي بتضحك فيها. بصي دي اعتقد دي الاشاده بتاعت الاتحاد الدولي اهي. بصي لا يعني براحتها استمتع في اللعبه، مش وفي كرة تانية عملتها يا كابتن الحاب، عايزك يعني الموضوع ده كان اعتقد في ماتش مالي الاخير، دي عارفه شادي قال عليه ايه المخرج عندنا؟ قال عليها دي رونالدينهو بيلعب باسكت. والله هي وبترمي الكرة من بره، هي بره المنطقة دي 3 بونت ولا 2 بونت؟ 2 اشمعنى؟ الباسكت لا هو كده خلصت، بتلعب على نص ملعب ويعني مش ملعب كامل، فالشوطه اللي من تحت الباسكت العادي بيبقى بوينت واحده، ومن بره 3 بونت بيبقى 2 بوينت. بص الفيك ده مثلا، بص لا عملت واحده هي هتجيبها، وفي كمان واحده في اخر في ماتش مالي الفاينل اللي هي 3 بوينت اللي من بره فيكت وطلعت وشاطت. يعني وخلي بالك دول بيلعبوا كل البطولات، يعني ما ريحوا في كل الماتشات، هم يعني بيلعبوا الماتشات ازاي؟ ترتيبها ازاي؟ يعني عادي هم كانوا مجموعتين وبس، ولعبوا في المجموعه، خسروا من مالي في المجموعه، وبعدين قبل نهائي ونهائي. يعني هم في 3 على 3 ما بيلعبوش ماتش في اليوم، بيبقى الماتش ممكن ماتشين وثلاثه. هي البطوله دي يا كابتن بتبقى 3 ايام بالكثير، 3 ايام كبيره، 3 ايام بالكثير. بيلعبوا كم ماتش في اليوم؟
على حسب طبعا هي دي هي الكره دي حاجه يعني صراحه هي فضلت واقفه خلاص اصل انت فضل 11 ثانيه وخلاص كسبان 3 بونت 15 يعني كده بص انت كده بتعمل فرق 3 بونت بتعمل 18 15 ف قول لي وصلوا بقى لكاس العالم الوصول لكاس العالم اكيد انت او قعديته عشان يبقى الكلام مظبوط حد سال قعد 3 على 3 اعداد كويس فاكيد الاعداد لكاس العالم بيكون بشكل مختلف اكيد هيبقى بشكل الخطه الشكل او الملامح الخطه اللي جايه بص يعني اعتقد ان احنا يعني بعد بطوله افريقيا وبعد الوصول لكاس العالم بعد الدوري اللي حصل اعتقد النظره كمان هتبقى اكبر فهيبقى فيه طبعا اعداد كويس يعني ان شاء الله هيبقى فيه ممكن بطوله خارجيه يلعبوا فيها 3 على 3 يستعدوا مع البطولات الداخليه اللي بتتعمل في مصر مع التطوير تطوير موضوع الدوري ان هو هيتلعب على اكتر من كذا فتره احنا عندنا كاس العالم ان شاء الله تحت 18 هيبقى في المجر 18 تحت 18 سنه بنات في المجر هيبقى في المجر وتحت 23 سنه هيبقى في الصين الصين كويس فلا ان شاء الله هيبقى في اعداد باذن الله لو ببطوله خارجيه او طبعا يعني ان شاء الله باذن الله هنحاول يعني نطلعهم وان شاء الله كده يشرفونا وما يبقاش تمثيل مشرف بس لان انا شايفه ان شاء الله ممكن نعمل حاجه ممكن لان احنا حتى لما دخلنا في التصنيف دخلنا اعلى من دول يعني ما دخلناش في من 20 بس احنا لا احنا طلعنا من 16 و15 فانا اتمنى ان شاء الله هيبقى الموضوع احسن طب خلينا نخرج لفاصل ونريح الامور وهي بتلعب كان عندها روح ويعني بتموت نفسها وهي دي روح الفانيلا الحمراء بتاعت النادي الاهلي عند كابتن ايهاب الغنام النهارده وهي عضو مجلس اداره برضه لسه عندها الروح والسبيريت والعزيمه وكل حاجه عندها ان هو تستمر وتقاتل وتكافح مع اتحاد كره السله عشان بناتنا يوصلوا لاعلى المستويات في 3 على 3 خلينا نخرج لفاصل ونرجع لكابتن حابب عشان نكمل الجزء الثاني من الحلقه النهارده معاك عند حماس وجلد وصبر الكابتن حامد الغنام زي ما هي كانت لعيبه هي نفسها عضو مجلس اداره ما اتغيرتش كتير عشان انا عشت كابتن حامد الغنام في الملعب وشفتها وهي بتلعب هي اتولدت جوه النادي واسره رياضيه كبيره عايزين تاريخ او ايام كتيره نحكي على الاسره دي كلها كابتن حابب في الجزء الاخير من العنا النهارده يعني 3 على 3 ده جزء كبير لكن اكيد عندنا اسئله كتيره عن كره السله شايفه هنتكلم على 3 على 3 بس هرجع بس في نقطه مهمه شايفه الدوري المصري واحتراف اللاعبات او المحترفات اضاف للدوري المصري ولا رايك طبعا اضاف للدوري المصري يعني سواء في على مستوى الرجال او السيدات وما بقاش في حته في الدنيا دلوقتي اي دوله الا فيها محترفين ومحترفات عادي في الدوري بتاعهم وده بيرفع مستوى الدوري جدا فانا طبعا شايفه ان هو اضاف مش شايفه ان ده بقى حمل قوي على الانديه او فلوس او حاجه ولا انت الرياضه بالنسبه لك بقت لازم يكون في فلوس عشان نشتغل في الرياضه لازم يكون في فلوس والانديه اللي عايزه تكسب ده يعني لازم يبقى عندها أضرها. فلوس لازم هي الرياضه دلوقتي يعني فلوس فانا شايفه ان المحترفين يعني او المحترفات اضافوا كتير والانديه يعني مش يعني احنا مش هنعلى او مش هنطلع لفوق غير في بان يبقى في عندنا مستوى كويس جدا للدوري واحتكاكات كويسه عشان نقدر منتخب مصر يبقى قوي طيب للاسف في كلام في الباسكت كده بيقولوه عايزين محترف تاني انت عارف انا بلف في ملعب الباسكت واعرف كل اصحابي ففي ناس بتقول ان محتاجين محترف تاني او محترفه تانيه هل انت مع ان نضيف محترف تاني اخر ولا رايك ان ولا ان في فرصه او رايك ايه بص هو الموضوع ده ليه شقين انا من رايي ان احنا ممكن نضيف لكن ما يلعبوش الاثنين في نفس الوقت ما يلعبوش الاثنين في نفس الوقت يعني مثلا ممكن اي نادي يجيب اثنين تمام لكن ما يبقاش في نفس يلعبوا اتنين يعني احنا برضو عايزين نرفع المستوى مش نقعد اللعيبة المصريين على الخط يعني مش عايزين هم يبقوا يعني اتنين وتلاتة ومحترفين واحنا يبقى الاحتكاك او اللعب يعني على قد ما يجي محترفين بقى في كل نادي يجي اتنين شوف هتقعد كام لعيب في كل نادي كتير لا.
ممكن لو اتعمل بس يتعمل بشكل ان ممكن كل نادي بس يبقى واحد بس في الملعب، يعني ما يبقاش ينفع اثنين في الملعب. ده رايي يعني، ممكن يختلف ويتفق مع طبعا مع يعني مع الناس. طبعا بالظبط. طيب خلينا نتكلم على، نرجع شويه ونقول زمان وانت بتلعبي كابتن طارق غنام ما كانش بيوصلك غير باب النادي، كنت انت كابتن طارق بتروح وبتاع. دلوقتي الموضوع اختلف واولياء الامور شادين حيلهم حقهم وبيتعبوا حاجات كتيره. ايوه. عايزك بما انك انت كابتن كبير ونجمه كبيره وعضو وزراء، تقول لهم ايه النصيحه لاولياء الامور؟ لان انا شايف ان في شد وجذب كثيره مع اولياء الامور. بص انا يعني يا كابتن خالد، موضوع اولياء الامور ده طبعا زمان ما كانش كده خالص، حتى اهالينا لما كانت بتقعد ما كانتش لا تتدخل فنيا ولا يعني بشوف يعني اللي بيحصل النهارده. وكان كابتن طه الغنام يعني كبير في الباسكت ما كانش بيتدخل، كانش حد يقدر. حدش حد يقدر. دلوقتي الوضع مختلف، وانا برضو بصفتي مسؤوله عن الميني باسكت، لجنه الميني باسكت، فالميني باسكت بقى ده قصه كبيره جدا بيجيلك. يعني اولياء الامور فيه بيقل بيقل كل ما تطلع فوق بيقل، لكن موجودين. لكن الـ 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 يعني بشكل جامد جدا بنلاقيهم في الميني باسكت. كل حد يعني ولي امر طبعا غصبا عنهم، نتيجه يعني عاطفتهم ناحيه اولادهم، ان هم بيشوف كل واحد بيشوف ابنه فعلا احسن واحد في الفرقه. ان هو لازم يلعب، ان هو ضغط حمل، ضغط نفسي وحمل نفسي على الطفل غير عادي غير عادي. يعني احنا في اتحاد الباسكت برضو عاملين منهج موحد على مستوى الجمهوريه، ده كان برضو اول سنه. كله يعني كله يلعب بنفس الطريقه. يعني مثلا لو هنقول ان تحت 9 سنين تلعب بطريقه، يبقى المسابقات تحت 9 سنين في جميع المناطق تلعب بنفس الطريقه دي. وفي كتيب هيطلع واتعمل منشور واتبعت للانديه بالطريقه والنظام، منها حاجات جايه من تعليمات الفيبا، ومنها من تجاربنا احنا الشخصيه برضو في على المستوى. وفي كان برضو مؤتمر للميني باسكت حضرته في ناميبيا كان بيقول نفس الكلام، فجمعنا كل الحاجات دي كلها وعملنا منهج موحد يناسب الجميع. فاحنا ما بنعملش سكور، ما بنعملش سكور. يعني ايه؟ يعني مثلا تحت 8، تحت 9 و10 و11 و12 و13 مفيش سكور. مفيش سكور، مفيش سكور، خلاص العب. مفيش حمل او مفيش ضغط عصبي، مفيش يا جماعه مكسب وخساره. عايز مفيش مكسب وخساره. كلمه بصراحه وانت وليت امر، ده انا جالي سؤال يعني، بس بكلامك النهارده هقوله لك حالا، بس عايز تقولي لي امور كلمه. عايز اقول لهم سيبوا ولاد، يعني سيبوا ولادكم يعني الرياضه، العبوها للرياضه، ما تلعبوهاش للمكسب والخساره، ما تلعبوهاش، ما تضغطوش على الولد. لما الولد يرجع البيت قولوا له انت انبسطت ولا لا، بلاش انت كسبت ولا لا. دي يعني في الميني باسكت بتكلم، لان انا الـ 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 يعني الـ الاهل دول بشوفهم بطريقه حمل. انت متواجده بقى في الميني باسكت فشايفاهم بقالي كتير، حتى من ساعه لما كنا في المنطقه برضو يعني بقالي كتير جدا. يعني شفت انا فعلموا اولادكم. هنعلق على الصوره، هنعلق بتطلعوا صور كابتن حاب دلوقتي. هنعلق على الصور دي. استنوا انا عارف عايزين صور كابتن حاب كتير. اتفضلي يا كابتن. سيبوا ولادكم يعني الرياضة أولا مكسب وخسارة، ده لما تطلع فوق. وانت صغير ما تعملش حمل على الولد أو البنت. سيبه يستمتع، ما تضغطش عليه نفسيا. اسأله كده انت انبسطت، رحت انبسطت، مش رحت كسبت ولا خسرت. طبطب عليه، بلاش اللي احنا بنشوفه. يعني انا شفت بشوف ولية أمر ممكن تزعق في وش ابنها، ممكن تضربه بالبنش كده في صدره. يعني في حاجات يعني احنا بنرفضها. وكمان المدربين برضو المراحل السنيه الصغيره، في مدربين برضو التعامل بيبقى صعب. بدون الكلام ده للمدربين بندي تدوا بندي، بس بيعملوا عكس الكلام. يعني المراحل السنيه الصغيره دي مش محتاجه، يعني مش محتاجه ده كله. احنا بنحبب الولاد في اللعبه وبننشر اللعبه وبنعلمهم الباسكت يعني المنافسه شويه من 14 سنه. وبرده ما تبقاش برده المنافسه بان انا اضرب الولد او ازعق له او اشتمه او الحاجات دي كلها. دي حاجات مرفوضه تماما في اي لعبه مش في الباسكت. كابتن رحاب الغنام لما قعدت معايا النهارده السؤال لف في دماغي فكونته. عضو مجلس الاتحاد المصري وكابتن النادي الاهلي السابق وزوجة لكابتن حمدي صافي، فالعمل إداري ولا الزوجة ولا الحياة المستقبلية ولا إيه بالظبط؟ وكمان بتبشري ولادك، عاملة التكوين ده إزاي في حياتك؟
بص يعني لففتك في الدنيا ربنا صح؟ ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني بيقدر. انا يعني هي انا ما دخلتش العمل ده غير لما الاولاد كبروا شويه. خلاص كل واحد ابتدى يعتمد على نفسه. بص انا شخصيه لما بعوز حاجه الحمد لله بعملها طبعا. يعني 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 هي العمليه كلها تنظيم وقت بين الاتحاد وبين شغلي وبين الاولاد وبين حمدي وبين الفولي، لان خلي بالك الفولي برضو داخل بمساحه كبيره قوي في حياتنا. خلي بالكوا خلي بالكوا حاجه مهمه جدا، كابتن حمدي ما شاء الله عليها نجمه كبيره في الباسكت وعيله الباسكت، بس كابتن حمدي صافي ما شاء الله عليه بصراحه سيطر. التلاته لعبوا فولي التلاته. ايوه انا يعني سيطر ازاي؟ احكي لي ازاي قدر سيطر. اولا انا كنت فاهمه ان احنا هو داخل على العيله كلها باسكت، فهو يجي يلعب باسكت بالمره. لا هو الحقيقه قلبنا كلنا فولي، يعني احنا حتى الاولاد كلهم راحوا فولي ما عدا عبد الرحمن ابن طارق بس هو اللي بيلعب باسكت، لكن اولادي وابن وبنت طارق جودي بتلعب فولي. بس خليني اقول لك حاجه بصراحه، البنات يلعبوا فولي ولا باسكت؟ لا يعني بص يلعبوا اللي هم لاقيين نفسهم فيه وحابينه ومتفوقين فيه. يعني انا اولا كان يوسف صعب جدا ان هو يلعب باسكت، لان يوسف اكتر واحد حضر حمدي وهو بيلعب، راح معاه واتحط في الملعب معاه وبالتالي بقى التبعيه جت. هو حمزه اصلا بيحب جدا الباسكت والفولي وكان متردد فتره كبيره جدا من حياته. ونور بقى يعني ونور هربت ازاي منك؟ لا لا انا هعرف الحقيقه. نور خدوها مني فعلا. يعني نور ازاي؟ نور كانت بتلعب باسكت تمام؟ كويس. وكانت مبسوطه جدا وهي اختارت الباسكت تمام؟ ابتدت تروح المدارس في النادي الاهلي وتلعب وكل حاجه وحلوه جدا. المدارس بتتمرن يوم الجمعه والسبت الساعه 8 الصبح. كويس. وده طبعا ما جاش على مزاجها لان هي بتصحى بدري في يوم اجازتها. دي ابتدت اول الايه الحاجه البداية. اللي هي البدايه اللي هم اشتغلوا عليها بتوع الفولي كويس. وبعدين ابتدت يقولوا لها بقى ايه، ابتدت الفولي كان بيسجل من مراحل تسجيل الفولي من بدري من تحت 9 سنين. ودي حاجه انا دخلتها بقى في الباسكت السنه دي عشان ما ياخدوش العيال مننا الباسكت. ف وكانت بتروح فكابتدت تتضايق، ابتدت بقى يعني ايه حمدي والناس في البتاع، لا ده انت تروحي الفولي ده هتلعبي في النادي الاهلي فرقه وهيدوكي طقم وهتتمرني والمواعيد بقى 6 و4 وبعدين المدرسه. وفعلا والله وحته التسجيل وحته ان هي تبقى فرقه وتلبس التيشيرت بتاعت النادي الاهلي وتروح وتلعب وتبقى ده فرقه ده كان ده كان ده كان رحت نور راحت بالطريقه دي بالظبط. يعني بعد ما كانت يعني يعني في الباسكت. هسالك سؤال بجد، انت نجمه كبيره وكابتن الاهلي اكيد انت مبسوطه، بس ما كنتيش نفسك هم يلعبوا باسكت ولا خلاص الموضوع خلص؟ لا خالص خالص فعلا. خالص ما فرقش معايا. يعني انت وكابتن طارق وكابتن طه الغنام كابتن وماما عايش كمان صح كلهم كباتن باسكت وحمدي صافي جامد. حمدي الصافي كابتن حمدي تعظيم سلام بجد انا بقول لك 100 100 جامد اتفضلي. فلا خالص انا كل اللي يهمني ان هم يبقوا متفوقين يمشوا حياتهم في الدراسه زي يعني ما تاثرش دي على دي، وهم الحمد لله مظبطينها كويس، وان هم يبقوا متفوقين وحابين لعبتهم ده اللي فارق معايا. لكن باسكت وفولي ده يعني خلص الموضوع وخلص وما كانش موجود اصلا. احنا بنعمله كده يعني بنتكلم فيه بشكل تهريج لكن لا اي حاجه لا أي ان شاء الله ما لعبوش باسكت وفولي خالص، يلعبوا اي حاجه هم بيحبوها. وهي دي النصيحه المهمه اللي كابتن حمدي الغنام اكيد عايز تقولها. شايف وهي نجمه وكابتن وعضو مجلس اداره بتقول لك اهم حاجه يستمتعوا بالرياضه، يا ريت كل اولياء الامور يكونوا زي كابتن حمدي الغنام، ولادنا يستمتعوا صدقوني هيطلعوا طاقات مختلفه جدا. كابتن حاب الجيل بتاعكم في الباسكت اتظلم لو ما كانش في سوشيال ميديا زي دلوقتي ولا اخدتوا حقكم اعلاميا؟ لا كنا برضو يعني خدنا حقنا اعلاميا، احنا كان برضو بيتذاع لنا ماتشات. احنا كان بيتعمل لنا ايام بقى الجرايد والحاجات دي كانت الجرايد. بتنزل أساسي لكن ساعات السوشيال ميديا ما بتبقاش يعني ليها عيوبها وليها مميزاتها برضو في الفتره دي. يعني انا برضو يعني مش معاها متفقة على طول الخط معها، بس لا احنا برضو اتعمل لنا حاجات كويسة كتير وبرامج حلوة جدا 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 كنا وماتشاتنا كانت بتتذاع لا يعني الحمد لله برضو الحمد لله عجبني القناعة جدا
حاجه دي سوره جوردان. بصي سوره جوردان على طول. ايه قولي لنا حكايه دي. ده بعد لما خدنا البطوله العربيه اللي هي كانت يعني الوحيده في تاريخ النادي الاهلي ما شاء الله. يعني طبعا الجيل ده انا مش يعني بص يعني سهى على مروه على ياسمين عزت على ريم على نازلي على ياسمين مراد على ريهام صلاح على يعني كميه ناس مش عايز انسى حد على كابتن نيفين عقل على كابتن رولا على يعني فاكره عارفه المنشد كتب قوي ده لي عرابي يعني كتب حاجات المنشد. الخبر بيقول ايه؟ ايه بيقول ايه؟ بيقول رحاب الغنام سعيده وفخوره ان هي بطله. انا سعيده جدا بهذا الفوز الذي تحقق بعد التعب وتدريبات عنيفه. يعني البطوله العربيه دي كانت في تونس. كانت في تونس. كانت في لبنان. في لبنان. كانت في لبنان. فرق لبنان كانوا محترفين بقى ويعني احنا ما كانش معانا لسه دخل خالص موضوع المحترفين ده. فلا يعني كانت غاليه قوي البطوله دي قوي يعني قوي. لازم هنتهز الفرصه لوجودك معايا. فتعقيب سريع الصوره. بصي قالوا لي الصوره. خش على الصوره. انت مش عايز اسال السؤال اللي انا عايز اساله. حاضر يا شادي. الصوره دي ايه؟ الصورة دي كانت في ماتش رايح سبورتنج في استاد اسكندرية. كنا خسرانين في الشوط الأولاني 25 بوينت أو 20 بوينت وقعدنا في الشوط الثالث والرابع نعوض. فكسبنا 3 بوينت في الآخر. دي مكتوب عليها بالأحضان يا بابا. فالماتش ده كمان يعني يعني فطبعا أنا طلعت طبعا حضن. كنت بتتعامل معاه إزاي؟ يعني مدير فني ولاعيبه وكابتن فرقه ولا بابا والموضوع شكله ازاي بصراحه؟ لا طبعا هو كوتش و الكوتش طبعا وكل حاجه وانا تجربتي معاه كبيره في يعني في حياتي عشان هو مسكني كتير جدا في الميني باسكت والدرجه الاولى. علمني ان انا ما احكمش على اي مدرب يعني اقول ده واعدل عليه واصل ليه هو لاعب دي وطلع دي لا. لان انا في الفتره دي دايما كنا بنروح ونيجي سوا. فكنت دايما اقول له هو انت طلعت ليه ياسمين من الملعب انت حطيت ليه انت ليه عملت كده الاقيه عنده اشوف انا ان انا عنده حاجات كتير جدا بيقولها واسباب كتير جدا فاقول له صح انت كنت صح. فتعلمت قوي ان انا ما اعملش نفسي ان انا اعدل على كل مدير فني واقول مش زي ما بيحصل دلوقتي اولياء الامور بيعدلوا على المدير الفني والمدربين الصغيرين بيعدلوا على المدير والجماهير بيعدل على المدرب بالظبط واللعيبه لا انا اتعلمت قوي الحته دي. فدايما يعني ايه احنا ما نعرفش المدير الفني بيفكر في ايه. احنا اكيد لا مرنا ولا عندنا خبرته ولا حتى لو يعني لو احنا لعيبه بس برضو كفنيا طيب يعني عايزك سريعا جدا عشان احنا الوقت جري. انا عارف ان انا عايز اقعد معاكي 3-4 ساعات بس الوقت جري. معلش عايز حضرتك تعليق او تعقيب على قرارات اتحاد السله الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظرنا. انا اتكلم كنادي اهلي طبعا وانا عارف ان حضرتك منتميه الان لعضو مجلس اداره اتحاد الباسكت. احنا شايفين من وجهه نظرنا ان اللعيبه حصل مشكله او حصل دروب فاللعيبه حصل عليها هجوم فحصل مشكله فحصلنا رد فعل. فسالت سؤال انا سالته حتى وقلت عايزين ايه من اللعيبه نقول لي ايه اللعيبه بتاعتنا لما تتضرب او يحصل اي تعدي عليها رايك ايه؟ سؤال صعب؟ لا خالص خالص. بص كان في استعدادات خاصة أو كان في الماتش ده ليه يعني وضع خاص تمام بداية عشان في القناة بصراحة. بداية كان ماتش الأهلي وزمالك ليه وضع خاص تمام. فبالتالي كان ليه استعدادات خاصة من جانب الاتحاد المصري بدون الدخول في تفاصيل إيه هي الوضع الخاص تمام. إحنا عملنا اجتماع تنسيقي كويس حضروا مندوبي الأندية مع المنسق كابتن خالد القوسي عضو مجلس الإدارة وجم مندوبي الأندية للاتحاد ونسقوا وضع الماتش وشكل الماتش تمام. وحصل اللي حصل في الماتش وجي بعد كده عملنا اجتماع اتفرجنا على جميع الفيديوهات في السوشيال ميديا والمذكرات اللي اتبعتت وكل حاجة تمام. دخلنا الأوضة خدنا القرارات بالإجماع أو بالأغلبية. فيعني ما ينفعش إن أنا أطلع أعلق عليها. يعني إيه؟ يعني قرارات مجلس إدارة الاتحاد المصري كرة السلة دي يعني إيه حضرتك عضو مجلس إدارة وعارف ما ينفعش أعلق عليها سواء متفقة أو سواء عندي تحفظات أو سواء في أي حاجة. فأنا بنتمي لهذا الكيان عضو مجلس إدارة فرد من ضمن المنظومة عمل قرارات معينة
كلنا تمام. وعلى فكره يعني ده مش كلامي، دي حاجه انا اتعلمتها جوه النادي الاهلي. يعني ده النادي الاهلي. اقول لك ليه؟ تربيه النادي الاهلي بالظبط. اقول لك ليه؟ طيب حاجة. احنا لما كنا بنلعب مثلا كويس، احنا لما كنا بنلعب زمان صح كده؟ يعني حضرنا الله يرحمه طبعا كابتن صالح سليم طبعًا. قدوتنا ويعني تمام ومثلنا الاعلى كابتن حسن حمدي، كابتن محمود طاهر، كابتن الخطيب تمام. بس. بتسمع ان اي عضو مجلس اداره او اي حد يطلع يعلق على اي حاجه في الـ في الـ في, في بتسمع عن ان النادي الاهلي في حد مثلا يطلع يقول انا ما كنتش موافق على القرار، انا كنت موافق على القرار. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي هو علمنا. فبالتالي لما دخلت عضو مجلس اداره اتعلمت ان انا ما دام مجلس الاداره اتلم خلاص اتقفل عليه الباب وخد قرار والناس كلها او يعني بالاجماع، وطبعا الناس كلها مش هتتفق على قرار، خلينا نقول ان ايه يعني في حاجات لازم يحصل فيه مش ممكن اتنين هيتفقوا على قرار يعني. بالظبط كويس. لكن انا اطلع ما خلاص مجلس الاداره كله طلع القرار ده، فانا يعني هنحترم رغبتك يعني. وفعلا ده هو ده النادي الاهلي. هي كابتن رحاب قالت هي تعليم ده بحترمها جدا في كلامها، لان هي في الاخر بتنتمي فعلا لاسره كره السله، معناها اهلاويه من تراث فريد. عودة الجماهير ومحاولة لعودة الجماهير رأيك فيها إيه؟ ولا في محاولة الاتحاد المصري؟ والله يعني أنا نفسي وكلنا نفسنا وكل المنظومة نفسها، أتمنى أن إحنا يعني أتمنى أن الماتش بتاع الأهلي والزمالك ما يعطلش، ما يعملش مشكلة ويعطل رجوع الجماهير تاني. وإن شاء الله إحنا بنحاول، ودكتور مجدي بيعمل يعني ومجلس الإدارة كله بيعمل مجهودات كبيرة جدا لعودة الجماهير. وإن شاء الله إحنا في انتظار يعني، وبنحاول أن إحنا الدنيا تبقى سلسة والناس ترجع تشاهد المباريات تاني في الملعب. صدقيني لو قلت لك أنا عايز معاكي كمان شويه، بس هو بيقول لازم تخلص. انا كمان. لكن عايز وعد منك ان انت تكوني متواجده ان شاء الله مع كل الاسره المره الجايه ان شاء الله. قريب وعد ان شاء الله. وعد انا اخدتي وعد، هظبط معاهم كلهم وخلاص مع كل العيله ان شاء الله. صدقوني مبسوط جدا بكابتن رحاب الغنام عشان هي نجمه النادي الاهلي، وما شاء الله عليها لما كمان راحت كعضو مجلس اداره هي برضو نجمه بتنتمي لمنظومه اتحاد الباسكت. ودايما هنكون مع اولادنا النجوم في الملاعب والنجوم كمان في الاداره. في اخر حلقه اكيد بشكرها ان هي كانت معايا النهارده، وبقول لك شكرا جزيلا على لقاء قريب جدا. أنا اللي شكراً. مع كل العيله. ميرسي يا كابتن خالد، شكرا شكرا لقائد النادي الاهلي وكل المعدين، وانا سعيده جدا واشوفكم على خير دايما ان شاء الله. احنا اسعد بوجود كابتن رحاب اللي هي مسؤوله عن 3 على 3، وفعلا ما شاء الله عليها ابدعت وانجزت مع اتحاد كرة السلة. وفي الآخر لهم ألف مبروك وصولكم كأس العالم، وإن شاء الله هنفضل متابعينكم. في آخر الحلقة بشكركم وإلى اللقاء.